دايما كل يوم اتنين هنعرف كل حاجة وكل النتائج وكل المعلومات عن الدوريات الأوروبية، الدوري الإنجليزي، الأسباني، الألماني، البرتغالي اللي فيه لعيبة كتيرة دلوقتي جدا مصريين محترفين هناك، حوالي 11 لعيب. هنعرف النتائج كلها وهنطمن برضو عن منتخبنا المصري بإذن الله قبل سفر بكرة إلى السنغال. نبدأ بأخبارنا المحلية، وأول حاجة عن منتخب مصر. منتخب خلاص مرحلة الاستعداد الأخيرة لمباراة السنغال، خلصنا من مباراة كينيا، كسبنا 1-0. كابتن شوقي غريب اطمن على اللعيبة المحليين، انضموا اللعيبة المحترفين خارج مصر يعني زي شيكابالا ورامي ربيعة والنني وحمودي، ولكن في بعض اللعيبة مش هتلعب المباراة القادمة، وعلى يعني أبرزهم رامي ربيعة اللي هو فاكرين لما كان في النادي الأهلي ومتعور عنده العضلات البطن السفلى والعضلة الضمة، لسه الإصابة مستمرة معاه وعملوا له كشف طبي هناك في البرتغال، وهيغيب حوالي 5 أسابيع عن ممارسة كرة القدم، يعني هيعمل عملية جراحية، هيعمل حاجة في العضلة بتاعة عضلات البطن السفلى والعضلة الضمة، وهيغيب 5 أسابيع، فكده بيتم استبعاده من منتخب مصر. وبرضه تم استبعاد محمد عبد الشافي، زي ما احنا عارفين كابتن شوقي غريب كان معانا على التليفون امبارح قال لي 90% محمد عبد الشافي مش هيكون موجود، وفعلا يعني محمد عبد الشافي مش هيلحق مباراة السنغال وهيتم اعداده لمباراة تونس، هيروح يتمرن مع نادي الزمالك ويعمل التدريبات العلاجية بتاعته عقبال ما المنتخب يرجع من السنغال ويشوفوا هل مستواه او الحالة البدنية والطبية تسمح له اللي هو يكون موجود مع منتخب مصر في مباراة تونس ولا لا. لو تسمح له الحالة الطبية والبدنية هينضم للمنتخب بعد العودة من السنغال، وهيتم استبعاد بعض اللاعبين برضه من منتخب مصر عشان كابتن شوقي غريب يسافر ب 23 او 24 لعيب الى السنغال بكره ان شاء الله. السفر هيبقى الساعه 1 الظهر، كان المفروض السفر يبقى الساعه 10 الصبح، ولكن كابتن شوقي اجل السفر 3 ساعات بالطياره خاصه، هيكون في طياره خاصه هتودي منتخب مصر للسنغال عشان يروحوا هناك على السنغال على التدريب الوحيد اللي هيتمرنوه بكره على طول، تدريب فك عضلات، وبعدين يعني يستريحوا اللعيبه وتنام عشان تستعد ان شاء الله لمباراه السنغال، هيبقى عندهم 2 3 يومين هناك في السنغال يتمرنوا فيهم. طيب نروح للدكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر الاول، نشوف ايه موضوع الاصابات محمد عبد الشافي، موضوع رامي ربيعه، نشوف السفر وتجهيزاته الى السنغال ونطمن منه على الحاله الطبيه والبدنيه بالنسبه لعيبه منتخب مصر. ازيك يا دكتور؟ يا كابتن كريم صحتك وخليك، ازي احوالك؟ الله يخليك يا دكتور، الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، الله يخليك كابتن، الله يخليك. حضرتك في التمرين دلوقتي صح؟ يا حبيبي. عايزين نطمن نشوف ايه موضوع رامي ربيعه ده، عرفنا ان هو الاصابه بتاعته القديمه في النادي الاهلي الضمه والعضلات البطن السفنه لسه مستمره وهيعمل عمليه جراحيه. محمد عبد الشافي زي ما حضرتك سامعني يعني برضه موضوع ايبولا، التجهيزات الطبيه والسفر الى السنغال. والله بص، طبعا موضوع رام ربيع انا ما جاليش اي اخطار بيه الحقيقه، يعني واخد بالك؟ لان احنا لحد النهارده ما فيش حاجه عن موضوع رام ربيع، وهننتظر تقرير. بس هو رامي ما جاش يا دكتور؟ والله هننتظر، احنا يعني لحد دلوقتي انت عارف يعني الموضوع يعني سامعينه زيك بالظبط، ما جالناش اي اخطار وما جالناش اي تقرير من النادي بتاعه. بالنسبه لرامي ربيعه، بالنسبه لمحمد عبد الشافي انت عارف هو كان عنده مشكله في السمانه من ماتش الهلال. وعنده تقلص في عضلات ظهره، وده كان جاي منهم انا اعتقد ان ملعب الهلال كان ليه دور، لان ملعب اللعيبه اتشتكت منه وكان صلب، فحصل له اجهاد في السمانه مع شويه ارتشاح دموي. واحنا عالجنا الموضوع بتاع السمانه وعملنا له اشعه امبارح والحمد لله العضله كويسه، لكن يبقى حته ظهره التقلص اللي موجود في عضلات ظهره. هو كان عنده مشكله القديمه الحقيقه في ظهره من فتره، فمع صلابه الملعب بتاع الهلال ظهرت، لكن احنا بنديله علاج وان شاء الله هيستكمل علاجه هنا بالقاهره لحد لما نرجع ونعيد النظر في عبد الشافي. يعني عبد الشافي مش موجود مع المنتخب في السنغال، مش هيسافر بكره؟ لا غالبا لا، مش هيسافر. طيب كابتن شوقي اعلن الاسماء اللي هيتم استبعادها ولا بعد تدريب النهارده يا كابتن؟ لا والله لسه ما اعلنش، والله لسه. احنا يعني ما نعرفش حتى، وهو لسه ما اعلنش يعني. هو شيكابالا ما جاش برضه لسه صح؟ يعني هو مش موجود في التدريب، بس ما اعرفش ظروف برضه الحاجات الاداريه دي الحقيقه، هتلاقيها طبعا مع الكابتن سمير عدلي والكابتن احمد حسن
والكابتن شوقي غريب، واخد بال حضرتك؟ ايوه ليه بالنسبه للاداريات والمروح والمجي وده والمجي وده ما جاش، كل دي حاجات مع الجهاز الاداري الحقيقه يعني والجهاز الفني. طيب دكتور يعني هناك درجه الحراره عامله ازاي في السنغال؟ درجه الحراره 31 بالليل 21، لكن المشكله هناك الرطوبه عاليه حوالي 96% 95%، ودي اللي هي اللي هتقابل الصعوبه اللي هتقابلنا، ولكن احنا يعني عاملين احتياطاتنا بالنسبه للرطوبه بالسوائل، واخدين معانا سوائل رياضيه واللي هنهتم بالعصائر الطبيعيه وشرب الميه كتير عشان نقاوم مساله ارتفاع درجه الرطوبه. موضوع الايبولا برضه في جديد ولا مفيش؟ ايبولا لا، احنا جالنا اختار من عشان احنا راسلنا الاتحاد الافريقي الكاف على موضوع الايبولا لسه اول امبارح، جالنا اختار امبارح ان مفيش مشاكل، وكلمنا السفاره والسفاره قالت لنا مفيش مشاكل، هي حاله واحده كانت ظاهره من غينيا، والحقيقه تم احتجازها في المطار وما فيش مشكله بالنسبه لموضوع الايبولا، واحنا هندي تعليماتنا بالنسبه للعيبه لطرق الوقايه يعني من حدوث اي حاجه ان شاء الله. تمام، السفر بكره الساعه 1 الظهر؟ برضو ما اعرفش السفر الساعه كام والله يا كابتن كريم، يعني لحد دلوقتي انا ما عنديش اختار يعني بالميعاد السفر بكره. تمام، بشكرك دكتور واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. دكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر. طيب كابتن شوقي غريب صرح كده بيقول ان هو ما تحميله لمسؤوليه ازمه تحديد موعد مباراه الذهاب امام تونس يوم 10 سبتمبر ده يعني لا يفقه شيء في اللوائح. هو طبعا انتوا عارفين ان مباراه منتخب مصر مع السنغال يوم 5/9 يعني يوم الجمعه اللي جايه، اعتقد 5/9 الجمعه اللي جايه المفروض مباراه العوده في مصر على طول بعديها، يعني انتوا عارفين بيلعبوا جمعه او سبت وثلاث او اربع، عارفين ماتشات الاجنده الدوليه بتتلعب الماتشين اللي بيتلعبوا ورا بعض بيبقى كده، فمنتخب مصر حدد يوم 10 على اساس ان يبقى في يعني فارق زمني ما بين العوده من السنغال، انتوا عارفين هنروح السنغال وماتش جامد ودرجه حراره عاليه وطيران والاجواء الافريقيه وبعدين هنرجع، فلازم طبعا يبقى المباراه الاخرى مش 9 تبقى 10 9 10 9 يعني 10 سبتمبر على اساس يبقى في فتره راحه ما بين الماتشين وفارق زمني يقدر يستعد بيه المنتخب المصري بشكل كويس. منتخب التونسي بأخطر الجبلية النهاردة أو أخطر اتحاد الكورة ببرنامج المنتخب التونسي في القاهرة، هيوصل يوم 8 إن شاء الله، والمنتخب التونسي هيقيم في فندق قريب من مطار القاهرة، وتدريباته هتكون على ملاعب بتروسبورت، ملاعب بتروسبورت في القاهرة الجديدة، ومباراة طبعا مع تونس هتكون إن شاء الله في استاد القاهرة، وتاريخ مغادرة المنتخب التونسي يوم 11 سبتمبر بعد المباراة بيوم. اتحاد الكورة بيقبل استقالة الكابتن ياسر رضوان بعد فشل التأهل لأمم أفريقيا، ولجنة الأندية النهاردة عندها اجتماع مفروض يعني بتبحث حل روابط الأندية اللي هي الألتراس والكلام ده، ويعني خلينا في القصة دي لغاية ما نشوف ايه اللي هيحصل بالنسبة للجنة الأندية وقراراتها، وانتوا عارفين الفترة اللي فاتت كان بقى في أمور زيادة عن حدها بالنسبة لموضوع الألتراس والخناقات والمشاكل في الشوارع والشغب والكلام ده، يعني هيبقى في بقى يعني اسلوب رادع الفتره اللي جايه بالنسبه لموضوع الالتراس. وفي نفس الوقت يعني لو اتكلمنا عن منتخب مصر للشباب خلاص مهمته انتهت، منتخب مصر للشباب عدم الوصول لامم افريقيا للشباب ده معناه نهايه الجيل الحالي، الجيل الحالي ده كله خلاص ما فيش مسابقات بالنسبه له، مش هيلعبوا بطوله امم افريقيا، ما وصلوش. منتخب الكونغو هو اللي كسب بعد ما احنا كسبناه 2-1 امبارح، ولكن النتيجه مش كافيه ان احنا دخل في مرمانا هدف، كنا هناك خسرنا في الكونغو 2-0، دي اهداف المباراه امبارح، كان يوسف اوباما احرز الهدف الاول لمنتخب مصر وبعدين اتعادل منتخب الكونغو وبعدين احنا احرزنا الهدف الثاني في الدقيقه 79، ده هدف التعادل للكونغو، والهدف ده قضى على احلام منتخب مصر تماما، ان بعد ما هم تعادلوا كان لازم منتخب مصر يكسب 4-1، كان لازم يحرز 3 اهداف. امبارح حصلت مشكله كمان بعد المباراه، رمضان صبحي حاول الاعتداء على حكم المباراه، انا مش عارف ليه رغم حكم المباراه كان كويس امبارح، واحتسب ضربتين جزاء لمنتخب مصر، فيعني تصرف غير لائق من رمضان صبحي، وده التصرف اللي خلى اتحاد الكره يعاقبه
وما يسافرش مع المنتخب الأولمبي إلى المغرب. كان المفروض رمضان صبحي يسافر مع المنتخب الأولمبي إلى المغرب عشان منتخب مصر هيلعب ماتشين والدين في المغرب مع المنتخب الأولمبي المغربي. فعقوبة لرمضان صبحي تم استبعاده. اتحاد الكرة أبلغ الكابتن خالد لطيف رئيس البعثة أن رمضان صبحي مش هينضم لمنتخب مصر الأولمبي. وفي نفس الوقت برضه زي ما عرفت النادي الأهلي يعني هيدرس يشوف ايه الموضوع بالنسبة لرمضان صبحي وايه اللي عمله بعد المباراة وهيوقع عليه عقوبة عشان ما تتكررش تاني. دايما اللعيبة الصغيرة دي بيبقى يعني دايما لازم اي حد يغلط لازم يتعاقب بشكل سريع عشان ما يعني ما يكبرش على كده او ما يكررش الفعلة دي تاني. فهنشوف ايه اللي حصل. انا معرفش بصراحة التفاصيل اللي حصل امبارح، لكن معايا الكابتن محمد فاروق مدير منتخب مصر للشباب على التليفون. وطبعا انتوا عارفين كابتن محمد فاروق نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. كابتن محمد ازي حضرتك؟ وهارد لك طبعا يعني رغم الفوز امبارح، لكن هارد لك عدم الصعود لبطوله امم افريقيا للشباب. والله الحمد لله كابتن كريم وقدر الله ما شاء فعل، يعني احنا بنعمل علينا وتوفيق ربنا هو في الاول وفي الاخر موجود. يعني هو الواحد كان حاسس شويه كابتن بعد المباراه الاولى في الكونغو الموضوع صعب مش سهل؟ لا طبعا كابتن، النتيجه في الاولانيه كانت صعبه جدا واحنا صعبناها على نفسنا سواء احنا كجهاز ولاعبين، جهاز صعبت على نفسنا طبعا. لان طبعا انت كمنتخب مصر يعني المفروض لما تبقى موجود اول مباراه خارج الارض لازم بتعمل نتيجه كويسه بحيث ان انت تيجي على ارضك تشتغل بشكل احسن بشكل اهدى وتحقق نتيجه افضل. لكن ده ما حصلش في المباراه الاولى، فبالتالي انت كنت محطوط تحت ضغط كبير جدا. اي هدف بيخش فيك ممكن يهدي على امالك، وده اللي حصل امبارح. يعني احنا ضيعنا جوال كتير، لكن الهدف اللي جه ده كان ليه تاثير كبير جدا على سير المباراه ونتيجه المباراه في الاخر. يعني ايه اللي حصل موضوع رمضان صبحي بعد المباراه؟ بصراحه يعني ما عنديش تفاصيل. بيقولوا ان رمضان حاول الاعتداء على الحكم المباراه بعد المباراه، هل الكلام ده صحيح يا كابتن محمد ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ بص يا كابتن كريم، انا يمكن طبعا بعد نتيجه المباراه كله ما بيبقاش شايف زي ما بتقول، يعني كله بيبقى في حاله حزن شديد نتيجه الخروج. يمكن انا واحد من الناس كنت لقيت بعض اللعيبه موجوده على ارضيه الملعب قاعده، فكنت بحاول اقومهم وكان ظهري للنص ملعب اللي هو كان فيه الحكم. فوجئت بتجمع ولعيبه بتجري، كان منهم رمضان، مش رمضان لوحده على فكره، يعني كان في يوسف باما وفي رمضان وفي كذا واحد من اللاعبين موجودين حوالين الحكم وحوالين اللعيبه. يمكن كان المشكله تقريبا ان كان رمضان بيتكلم مع الحكم، وفي نفس الوقت كان في بعض اللاعبين من الكونغو بيحتفلوا بشكل ممكن استفز رمضان، استفز اللعيبه الثانيه. لكن انا الصراحه انا شخصيا ما كنتش شايف الوضع، لكن كان في ناس اعضاء مجلس اداره كانوا موجودين في الماسوره ويمكن هم اللي شافوا الوضع بشكل ايه احسن مني. يعني كان انا بقول لك كنت ايه، بس إيه اصل العقوبه كانت على رمضان، فاكيد رمضان عمل حاجه. إن قال لك انا بكلمك بمنتهى الامانه يا كابتن كريم، انا كنت موجود في ارضيه الملعب مدي ظهري للحكم بقوم لعيبه اللي باقيه اللي قاعد على الارض، يعني هم في حاله حزن. يعني فوجئت طبعا وانا في الباص كابتن حماده المصري المشرف على المنتخب الاولمبي، لان رمضان المفروض ثاني يوم مسافر مع المنتخب، يعني مسافر راح يحصل المغرب منضم ليهم، وكان المفروض تذكره الطيران والباسبور معايا. فوجئت ان الكابتن حماده شاف، اكيد هو شافه، يعني زي ما بقول لك استاذ جمال علام، وكان كله كابتن فاروق جعفر وكابتن حماده المصري وكابتن استاذ مجدي المتناوي كلهم كانوا فوق، العميد طرس بين المدير التنفيذي كلهم كانوا موجودين. اكيد هم شافوا الواقع احسن مني، فاخذوا القرار على اساس ده، يعني ان هم حسوا ان رمضان ممكن يكون اخطا. انا بامانه الله يمكن انا زي ما بقول لك كنت مدي ظهري للوضع، ولما لقيت المشكله موجوده طلعت اجري لغايه لما دخلت اللعيبه. يعني كان صعب ان انت تسيب الموقف كده كمسؤولين في الجهاز، انك تسيب الموقف ان ممكن يحصل اعتداء على الحكم او على اللاعبين، لان من حقهم يفرحوا برضه يا كابتن كريم. احنا اصلا طبعا لكن هم حقهم يفرحوا، الفير بلاي بيقول لك لازم يفرح بعد المباراه. يمكن يعني القرار جه من مجلس اداره ان هم شافوا اكتر اللي حصل في الملعب اكتر مني انا شخصيا. طيب كابتن محمد، خلاص يعني مهمه الجهاز الفني انتهت بالنسبه لمنتخب الشباب، عدم وصولنا لبطوله افريقيا، خلاص ما عندناش مسابقات. هل انتوا قدمتوا استقالتكم ولا اتحاد الكوره اللي اقالكم ولا ايه بالظبط؟ احنا لغايه دلوقتي ما فيش حد اختارنا في حاجه، ولغايه دلوقتي احنا ما قدمناش اي حاجه كابتن كريم، لكن وضع طبيعي. انت مهمتك بتنتهي لغايه لما، يعني انت كان المهمه الاولى هي الوصول لكاس الامم الافريقيه، والمهمه الثانيه
وصول لكاس العالم بنيوزيلندا، احنا ما وصلناش لكاس الامم، فبالتالي مش هنوصل كاس عالم. لكن لغايه الان ما حدش ابلغنا باي شيء، لكن مهمتنا انتهت تماما في مع المنتخب. تمام. طيب كابتن محمد اديني اسباب كده، 1 2 3 عدم الاخفاق في الوصول لبطوله امم افريقيا للشباب، اكيد في اسباب انت عارفها وانت راجل يعني مسؤول في الفريق. بدايه يا كابتن، بص انا هقول لك بمنتهى الامانه، يعني انت سنتين اللي فاتوا كان ليهم جزء كبير جدا من الاخفاق ده، نتيجه ان عدم وجود دوري، وجود قطاع ناشئين بشكل جيد، ده رقم واحد. ده رقم اثنين، تجميع المنتخب في وقت صغير، يمكن احنا لما تيجي تشوف تجميع المنتخب دي، يعني الجهاز الاولاني اللي هو بقياده كابتن علاء مايوب اتشكل شهر 8، ابتدى يبقى فيه قوام اساسي في شهر 12، فده وقت صغير. لما تيجي تقارن باي منتخبات قبل كده كانوا بيبتدوا قبلها باربع سنين خمس سنين، يعني ده طبعا فارق كتير قوي مع وجودنا بتحفيز اللاعبين، الشكل بتاع اللاعبين، تناغشهم مع بعض، او التجانس بتاعهم موجود ما كانش موجود بالشكل الموجود، رغم ان هم لما تيجي تشوف اسمنا يا كابتن كريم هتلاقيهم ان هم لعيبه يعني على مستوى عالي. ايه موضوع عمر الوحش ومحمد مجدي اللي تم استبعادهم قبل المباراه على طول؟ لا، ما كانش قبل المباراه، هو مجرد لما احنا رجعنا من الكونغو، ده اعتقد لاسباب فنيه كابتن ياسر استبعدهم، مش لاسباب اي حاجه غير اسباب فنيه. فقط. بس عمر الوحش يمكن من اللعيبه المميزه جدا في الدوري الممتاز مع النادي الاسماعيلي يا كابتن محمد. ده صحيح، وده دليل ان كابتن ياسر ما كانش يبقى يعني ما فيش عنده لعيب كبير ولاعيب صغير، اللي بيبقى كويس وبيبقى بيأدي بشكل جيد. هل اللعيبه دول ما ادوش بشكل كويس في ماتش الكونغو؟ كان في تقصير منهم؟ ماتش الكونغو وجهه نظر كابتن ياسر طبعا ان هم ما ادوش بشكل كويس، وبالتالي كان حصل استبعاد ليهم يعني. مفيش مشكله يعني، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كنا نتمنى ان انتوا توصلوا لكاس الامم الافريقيه للشباب وبعديه كاس العالم، ولكن طبعا يعني شيء يعني طبعا لاول مره بيحصل لمنتخب مصر، واعتقد ان ده هيكون عار على اللاعبين، يعني ان هم ما وصلوش لحاجه زي كده. يعني ده قبليه احنا حاملين اللقب يا كابتن كريم، وكان المفروض احنا بنحط جواهم الحته دي، ان انتوا حاملين لقب لازم توصلوا، لازم تحققوا بطوله، تحققوا وصول لكاس العالم، هيفرق معاكم في حياتكم ومستقبلكم كتير. لكن برضو اللعيب صغير لسه نظرته بتبقى تحت رجليه دايما باستمرار يا كابتن. كابتن ياسر رضوان كان قال تصريح قبل كده ان عدم الانتماء اللعيبه للمنتخب، وان هم بيهتموا بالانديه اكتر، ده اثر مع المنتخب. لا يعني ما اعتقدش، انا اللعب في الانديه هو اخره لازم واخر الهدف منه هو وجودك في منتخب مصر، فيمكن بس هي حته ان الانديه ممكن اللعيبه اللي بتلعب في الفريق الاول بتبقى في صعوبه دايما ان هم يبقوا متواجدين معانا، فممكن ده هو قصد كابتن ياسر فيه، لان زي ما انت عارف برضو كابتن احنا ممكن عندنا لعيبه محترفه ما جاتش برضو، انا نسيت اقول لك الحته دي. كان عندنا 4 لعيبه من ليرز ما جوش، يعني كانوا في حال احنا كنا في حاجه، دي حاجه تزعل برضو. يعني كان اتكلمت في الموضوع ده من 3 4 ايام كده قبل الماتش، وقلت ازاي استاذ ماجد سامي كرئيس نادي ليرس وهو راجل مصري ما يبعتش اللعيبه؟ انا عارف ان القوانين يعني ما بتسمحش ان اللعيبه تيجي، معلش هي المباراه مش اجنده دوليه. عبد الله جمعه جه من المانيا، من يعني المانيا، ما ده اللي انا ده اللي كنت بقوله، يعني ازاي استاذ ماجد سامي برضه يعني يبخل على منتخب مصر باربع لاعبين شباب وقبل مباراه مصريه لمنتخب مصر؟ يعني احنا كنا نتمنى ان يبقى كل حاجه سهله وكل حاجه مجابه، صراحه اتحاد الكوره ما بخلش علينا باي شيء يا كابتن كريم. يعني هنقول يعني كنا فنادق بنقعد، المعسكرات اللي كنا بنطلبها كنا بنحققها، هي ممكن بس قصر في المباريات، يعني ما لعبناش مباريات كتير نتيجه ان كنا بنبعت المنتخبات، لكن المنتخبات ما كانتش بترد علينا، ده في حد ذاته يعني، لكن هم ما اثروش في اي شيء الصراحه. يلا الحمد لله ما فيش مشكله كابتن محمد، بشكرك شكرا جزيلا، ويعني بالتوفيق بقى للاعمار السنيه الاخرى، منتخب 98 مواليد 98 بقياده الدكتور جمال محمد علي، كابتن معتمد جمال ومنتخبه اعتقد 97، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. لجنة الأندية النهاردة في اجتماع لجنة المسابقات قررت إعادة تاني الأستاذ عامر حسين للجنة المسابقات، أو التمسك بعامر حسين كرئيس لجنة المسابقات، وزي ما قلت لكم من شوية حل روابط الأندية. منتخب 98
عنده معسكر في مدينة السادس من أكتوبر، في 6 أكتوبر هنا، وكان خد راحة يومين، وفي 23 لعيب بيستعدوا لمباراة الذهاب أمام جنوب أفريقيا، دي المرحلة الأخيرة بقى. كنا إحنا برضو المنتخب ده كان بيلعب مع الكونغو برضو، اللي هو منتخب 98، وقدر الحمد لله يعدي عقبة الكونغو، وقدامه العقبة الأخيرة للوصول لبطولة أمم أفريقيا للناشئين اللي هو نفس السن مواليد 98، عندهم مباراة ذهاب أمام جنوب أفريقيا وبعدين مباراة العودة. فدكتور جمال محمد علي وجهازه الفني بيحضروا اللاعبين للقاء القادم إن شاء الله. اللقاء هيكون يوم 13/9، يعني كمان 12 يوم بإذن الله. والنهائيات بطولة أمم أفريقيا للناشئين هتتعمل في النيجر السنة دي في شهر 2 17 فبراير، من 17 فبراير لأول مارس، ومنتخب جنوب أفريقيا منتخب كويس، فإن شاء الله برضو نقدر نستعد ليه بشكل كويس ونقدر نعدي عقبة منتخب جنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين. نروح للكابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة المصري. كابتن حسن ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا، مساء الخير كابتن كريم. ازاي حضرتك كابتن كريم؟ الله يخليك كابتن حسن، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بألف صحه وسلامه، يعني بالتوفيق ان شاء الله ترجعوا بقى منصورين باذن الله من السنغال ان شاء الله. ان شاء الله يعني كلنا عندنا امل ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه ونعمل نتيجه كويسه، وان شاء الله نفرحكم ونفرح الجماهير ونيجي منصورين ان شاء الله يا رب. السفر بكره الساعه كام، 1 ولا 10 الصبح؟ المعلومات اللي عندي يا كابتن كريم ان السفر هيبقى الساعه 2. الساعه 2 الساعه 2. هو كان المفروض 10، وكابتن شاوي اجل السفر 4 ساعات عشان اللعيبه تروح على السنغال على طول على التمرين ويستريحوا بعد كده، ويعني يعملوا فك عضلات ويستريحوا بعد كده. صحيح، هو هيعمل ان هو دلوقتي في تمرين وهيعمل تمرين الصبح بدري قبل السفر. قبل السفر ان شاء الله، وبعد كده هو اللعيبه ترجع لمحل الاقامه بتاعهم، وبعدين ان شاء الله نمشي على الساعه 12 على المطار ان شاء الله. المطار ان شاء الله طياره خاصه باذن الله على الدكار على طول، على السنغال على طول. هنوصل الاول تونس 45 دقيقه يعمل زي تموين للطياره، ثم بعد كده دايركت على دكار. على دكار على طول. طيب كابتن حسن، احساسك ايه قبل السفر بكره ان شاء الله من خلال رؤيتك لتدريبات الفريق، مباراة أسوان، مباراة كينيا في أسوان، اللعيبة المحترفة، الروح داخل منتخب مصر، كلامك مع اللعيبة والجهاز الفني، يعني شايف الأوضاع إزاي يا كابتن حسن؟ نمرة واحد، أنا هبتدي بمباراة كينيا. مباراة كينيا، وهتكلم عن أسوان والاستقبال العظيم اللي احنا استقبلونا بيه جماهير وشعب أسوان، ابتداء من اللواء مصطفى يسري المحافظ واللواء محمد مصطفى مدير الأمن الحقيقة ورجال الأمن ورجال المحافظة، كلهم كانوا في خدمة المنتخب. حاجة جميلة، حاجة رائعة، شعب أسوان كله كان في احتفالية بالمنتخب. نيجي للمباراة. المباراة أقيمت في افتتاحية استاد جميل كبير. مش معقول استاد كبير زي دوت ما يقامش فيه مباراة افتتاحية وبالذات كرة القدم. واحد يجي يقول لي طب ما الفرقة مش قوام الفرقة والفرقة بتاعت كينيا مش قوية قوي. انا مش عايز فرقة قوية لان قوام التيم كله مش موجود. انا بعمل عملية تجهيز للاعبين البدلاء، احطهم تحت ضغط عصبي بدني نفسي ذهني استعدادا للمباراة. بدل يا كابتن كريم ما اعمل تقسيمة ما بين الاحمر والاخضر، فبحط اللعيبة الاحتياطي او اللعيبة البدلاء، وممكن يكون في منهم اساسيين في احداث المباراة. الشكل العام او الاداء ما كانش مثلا ريال مدريد او برشلونة احنا عارفين، ولكن الكابتن شوقي ليه فكر تاني خالص من هذه المباراة، وضع اللاعبين تحت تأثير المباريات، لانك عندك حكام دوليين، عندك الفيفا هتحسب لك رانك في هذه المباراة لانها احتسبت مباراة ودية دولية. بتحسن الرانك بتاعك في الجدول كمنتخب مصر. واخد بال حضرتك؟ دي كلها عوامل ممكن تكون خافيه على لا احنا اتكلمنا في النقط دي كلها وقلناها امبارح، وكان معانا كابتن شاوي وقلنا الحاجات دي كلها، ان المباراه الوديه غير التدريب، يعني غير تدريب غير التمرين، اللعيبه بتاخد ناحيه الجديه، في جماهير كمان، وخلي بالك احنا بقالنا كتير ما لعبناش قدام جماهير. كابتن شاوي قال لي امبارح ان دي حاجه ايجابيه، اللي احنا هنروح هنلاقي جماهير جامده جدا في مباراه السنغال،
فلا في مكاسب كتير جدا في المباراه حتى لو الاداء ما كانش كويس، ولكن هو كابتن شوقي عايز يلاعب اللعيبه اللي بقى لها فتره ما بتلعبش هنا في الدوري، يعني نص اللعيبه اللي في المنتخب ما بيلعبوش في الاهلي او الزمالك او السموحه، ما كانوش بيلعبوا في الفترات الاخيره اي ماتشات خالص. صحيح صحيح، بتحط اللعيبه تحت ضغط عصبي وذهني وبدني ونفسي، بتجهز اللعيبه لاداء مباراه حتى لو هو ده مش قوام التيم، ولكن تملي بتخلي اللعيبه جاهزه صحيه. ايوه طيب كابتن حسن، عايز انتقل معاك لمنتخب الشباب. اكيد كلكم كاعضاء مجلس اداره اتحاد الكره زعلانين على عدم تكمله المشوار بالنسبه لمنتخب الشباب والخروج من التصفيات قبل ما نوصل الى بطوله افريقيا للشباب. الحقيقه يعني انا يعني مش عارف ابرر او اتكلم على موضوع منتخب الشباب. انا اعتقد النتيجه هناك كانت تقيله. هنا في الكونغو يعني. يعني هي المباراه الاولى كانت انا قلت برضه نفس الكلام ده بعد المباراه الاولى، قلت صعب جدا ان احنا نقدر نكسب هنا 3-0. وبعدين جالك ضربه جزاء في البدايه في اول 15 دقيقه، دي كانت ممكن تقلب المباراه لو جت جول. ايوه. ولكن يعني معلش قدر الله زي ما قدر الله ما شاء فعل، النتيجه كانت هناك تقيله. بالظبط 2-0. مش عايز اعقب اكتر من كده. هل تغيير الاجهزه، هل موضوع كابتن علاء ميهوب قبل كده وبعدين كابتن ياسر رضوان كان ليه تاثير سلبي من وجهه نظرك، ولا ده ملوش علاقه خالص بالموضوع يعني او بالخساره؟ انا اعتقد كان ممكن المواضيع تعالج احسن من كده. يعني انا ليا وجهه نظر طبعا، ولكن انا مع مجلس الاداره. انما كان ممكن تعالج احسن من كده. كان ممكن تعالج، لكن النتيجه في رايي انا خلصت هناك. رغم ان احنا ممكن كنا على فكره نعمل نتيجه كويسه ونكسب، انما الجون اللي جه زود المشكله. ضربتين جزاء كنت 2-0 وجبت جون بقى 3، كنت ممكن تعدي. ولكن هي الكوره بتبقى ملعبكه شويه بعض الاحيان. يا الحمد لله ما فيش مشكله ان شاء الله، يعني يبقى خير بالنسبه لمنتخبات الاعمار الاخرى وبالنسبه لمنتخبنا الاول يا رب ان شاء الله. ان شاء الله في السنغال هنكلمك في السنغال بقى نطمن عليك كابتن حسن وعلى المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله، وهنفرحكم وهنعمل نتيجه كويسه، وارجو ان احنا يعني نكون عند حسن الظن، وان شاء الله هنكون كده يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة المصري. مصطفى نوير زميلي في الإعداد بكلم رمضان صبحي دلوقتي على التليفون، طبعا رمضان يعني عنده تعليمات من النادي الأهلي اللي هو ما يطلعش يتكلم في وسائل الإعلام، لكن رمضان قال بعض التصريحات مع زميلي مصطفى نوير، قال له مصطفى أنا يعني أحلف يعني رمضان صبحي إن هو ما لمس الحكم، راح اعترض عليه بعد المباراة لكن ما تعداش عليه بالإيد أو أي حاجة، بيقول أنا ما لمستش خالص الحكم، كل اللي أنا قلت له عليه إن هو ظلمنا في الوقت أو في التايم. يعني رمضان صبحي بيقول ان هو اعترض على الحكم وقال له انت ظلمتنا في الوقت، قال حتى انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، هو الحكم طبعا اثيوبي، فقال انا يعني هو رمضان بيقول انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، لكن انا شاورت له على الساعه كده وقلت له انت ظلمتنا في الوقت، ده اللي حصل. وكان في برضه اعتراضات من بعض اللعيبه زملائه في الفريق، لكن بيقول وبيحلف ان انا يعني ما تعديتش عليه خالص، ما فيش اعتداء، ما لمستوش بايدي، ما فيش الكلام ده، لكن كل اللي انا قلت له انت ظلمتنا في الوقت. وبيقول ان هو اتفاجئ بقرار استبعاده من سفرية المنتخب الأولمبي إلى المغرب، وبكرة هينضم إلى تدريبات النادي الأهلي وهيشوف بقى القرار إيه في النادي الأهلي، وهيحاول يبرر للكابتن وائل جمعة ويحكي لهم على اللي حصل فيه بعد المباراة يعني. طيب يوم 13/9 اللي جاي موعد لإجراء اختبارات الإعادة بالنسبة للكوبر لحكام القائمة الدولية. انتوا عارفين كان في بعض الحكام ما نجحوش او ما اجتازوش الكوبر الاول، فهيعملوا لهم اعادة للكوبر اللي هي اختبارات اللياقة البدنية بالنسبة للحكام يوم 13/9 القادم ان شاء الله. طيب منتخب الاولمبي بعد ما يرجع من المغرب عنده عروض في شهر 10 برضه في الاجندة الدولية، ان هو يروح يلعب ماتشات في غانا والكاميرون، ولكن هم طبعا قلقانين من موضوع الايبولا والكلام ده، فهيستنوا يشوفوا ايه القصة وبعدين يقرروا هل هيسافروا ولا، بس هيخلصوا الاول الماتشين بتوع المغرب. سيادة الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عين اللواء علي درويش رئيسا لهيئة استاد القاهرة خلفا الدكتور اشرف صبحي. انتوا عارفين الدكتور اشرف صبحي انتقل الى وزارة الشباب والرياضة كمساعد للوزير، وبالتالي منصب مدير هيئة استاد القاهرة خلاص يعني كان فاضي الفترة اللي فاتت، فتم تعيين اللواء علي درويش رئيسا لهيئة استاد القاهرة
في الفترة القادمة. بنهنيه وبنقول له يعني بالتوفيق ان شاء الله سيادة اللواء علي درويش. وبقول برضو بهني دكتور خالد دكتور اشرف صبحي ان هو كان عامل شغل كويس جدا في هيئة استاد القاهرة. اتحاد الكورة بيقرر ايقاف رمضان صبحي دوليا ومنعه باللحاق من المنتخب الاولمبي. احنا قلنا الخبر ده بالنسبة لمنتخب مصر، وبكرة ان شاء الله منتخب مصر هيغادر الى السنغال الساعة 2، وزي ما قال لنا كابتن حسن فريد هيروحوا الى تونس 45 دقيقة ترانزيت وبعدين يسافروا الى السنغال. نروح للمغرب للكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاولمبي، ونطمن عن منتخبنا الاولمبي قبل مباراته مع المغرب ان شاء الله، المباراة الودية للمنتخب المصري الاولمبي. كابتن حسام ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا كريم. ازيك كريم؟ الله يخليك كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الله يخليك كله تمام. الرحلة كانت كويسة والامور تمام الحمد لله في المغرب؟ والله الرحلة شاقة شوية طبعا، يعني احنا وصلنا كازابلانكا بس الطريق لغاية فاس طبعا خدنا بتاع 5 ساعات، فكانت رحلة طويلة شوية بالاتوبيس يعني. لكن الحمد لله وصلنا امبارح واتمرنا النهاردة الصبح تمرين خفيف، وعندنا برضه تمرين بعد الظهر ان شاء الله، وبكرة المباراة الساعة 8 باذن الله. 8 بتوقيت المغرب ولا القاهرة؟ لا 8 بالمغرب ان شاء الله. 8 يعني المغرب يعني 10 عندنا، 10 في مصر. ان شاء الله. مدينه فاس انا يعني كنا فيها السنه اللي قبل اللي فاتت، مدينه ظريفه هاديه، ملعب كمان كويس اللي هو ملعب المغرب الفاسي، فيعني ان شاء الله المباراه تكون قويه ما بين المنتخب المصري والمغربي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني مباراه نستفيد بيها، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك الهدف الاساسي طبعا الانسجام اللي احنا المفروض طبعا بيزيد من فتره لفتره، وفي نفس الوقت الحكم على بعض اللاعبين اللي موجودين معانا لاستكمال المشوار معانا، لان زي ما انت عارف في مجموعه كبيره طبعا برضو غايبه عننا، يعني صالح جمعه ورده طبعا. بس انا سامع ان صالح جمعه هيجي عليكم يا كابتن. لسه بنحاول طبعا، لكن المباراه الاولى مش هلحقها، لكن هيلحق المباراه الثانيه. صالح جمعه وكهربا وكوكا و رمضان صبحي كل دول طبعا غايبين، بالاضافه طبعا لبعض الاصابات اللي موجوده. فان شاء الله ربنا يسهل تبقى مباراه مفيده بالنسبه لنا، لان المجموعه اللي معانا دي هي اللي كانت موجوده معانا في معظم المعسكرات اللي فاتت، وهي اللي خدت المباراه الوديه اللي احنا لعبناها وظهروا بشكل كويس، فان شاء الله باذن الله تبقى تجربه مفيده باذن الله. والماتشات دي برضو تعرفك وتبين لك يا كابتن حسام اللعيبه اللي تقدر تلعب تحت ضغط عصبي الماتشات الدوليه، غير برضو الماتشات الوديه اللي داخل مصر يعني. اكيد طبعا، يعني احنا يمكن احنا لعبنا مع المنتخب العماني وكانت مباراه مفيده، اكيد اللعب مع المنتخبات بيظهر حاجات كثيره، وفي نفس الوقت بقول لك يعني كذا عامل احنا بنهدف ان شاء الله لزياده حاله الانسجام والحكم على اللعيبه بشكل كويس، وفي نفس الوقت معرفه برضو بعض، لان احنا عندنا مشكله في بعض المراكز لغايه دلوقتي مش عاوز اتطرق ليها. كل المباراه كل الامور دي طبعا بتظهر في المباراه بشكل كويس يعني. طيب كان في برضو موقف حصل امبارح في مطار القاهره، وكان بعض اللعيبه ما عرفتش تسافر معاكم عشان تصريح السفر، تصريح الجيش، منهم عمرو مدحت ورده واكتر من لعيب. زي عمرو ورده طبعا ما قدرش يسافر، انا عندي مشاكل كتير، عندي حسان موجود في مصر برضو عشان موضوع الجيش، عندي احمد عبد العزيز موجود في مصر عشان موضوع الجيش بالظبط. فبرضه انا طب يعني ليه كابتن ايمن حافظ ما يعني ما خلصش الحاجات دي قبل السفر، او اتفاجئ في المطار بموضوع تصريح السفر؟ هو ورده كان في مشاكل في القيد بتاعه الخاص بالجامعه بتاعته، مش يعني هي مشكله مش من مش تصريح الجيش، لكن موضوع القيد في تصريح الجيش. فبرضه ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه دي ان شاء الله يبقى في تنسيق افضل باذن الله، لان اكيد غياب برضه 4 عناصر في ظل غياب المجموعه اللي قلت لك عليها بيبقى مؤثر شويه، لكن هي بتبقى فرصه للاخرين يعني. بالظبط، نتمنى لك التوفيق كابتن حسام ان شاء الله، ويعني المنتخب المصري يعمل ماتشات كويسه، مش مهم النتيجه، المهم ان انت تادي وتشوف اللعيبه والعناصر اللي حضرتك هتحتاجها في الفتره اللي جايه ان شاء الله. نشكر كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي، ونطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع كوره كل يوم.